العائق الأكبر سبق وإن ذكرت قبل شوية هو المحافظة اللي هم ما يتقبلون يشتغلها بهيجي مجال. لكن أني كان السبب الأول بنجاحي هم أهلي. لو ما أهلي هم يشجعوني ولو ما أهلي هم يوافقون على هذا دخولي لهذا المجال ما كانت ورود وصلت. طبعا تحية تحية لهذه الجموع الصادقة. اليوم كل أسرة تقف مع أولادها وبناتها حتى يحققوا أحلامهم ويوصلون للي يردوه. فعلا إحنا نحييهم ونفخر بيهم. اليوم دموع ورود غالية علينا أكيد وأكيد على أهلها، وهذه دموع فخر ونجاح للي وصلتي. كافي تبكين لأن راح أبكي.